وفي لقاء مع قناة العربية الإخبارية أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام أن نهج البحرين والإمارات قائم على الخير والسلام والتسامح. البحرين والإمارات نهج حكامة وحكام نهج سلام وخير وتسامح، لذلك الانطلاق دائما من قاعدة واحدة، لذلك ترى الجميع يلتقي عند نقطة لا خلاف عليها. فالعلاقات الخارجية للبحرين والإمارات هي علاقة واحدة تستمدها من 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 إيمان تام بنهج السلام والخير والتسامح. العالم أجمع اليوم يثق باستمرار مسيرة الخير في الإمارات العربية الشقيقة، لأن المبدأ واحد والقيم واحدة، المنهج واحد، الهدف دائما واحد مستمر. فإحنا اليوم نترحم على فقيد الأمتين العربية والإسلامية، ثقتنا تامة باستمرار مسيرة الخير في دولة الإمارات.